سائل من بلجيكا يقول: هل من استمع إلى شريط في بيته وحده يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون الحديث؟ لا يفلس من فضل الله عز وجل ولا يفلس من الخير، وهو ليس بمفرده إذا تأمل واقعه. فالمؤمن يمشي ويسكن في كوكب من ملائكة الله الكرام، معه الملائكة، معه الحفظة الكرام الكاتبين لا يفارقونه، ومعه الحفظة الذين هيأهم الله لحفظ بني آدم، والذين قال الله في حقهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، على أحد التفسيرين للآية. فلست بمفردك أيها المؤمن، وإن خلوت فأنت معك ملائكة الله يحفون كل ذاكر وكل مستمع للذكر وكل متفقه في الدين، يحفونه ويحبونه ويرحمونه ويدفعون عنه شياطين الإنس والجن. نعم.